من من سكان كسروان لا يعرف الكريبري، هذا المطعم الذي بات معلما من معالم مدينة جوني القديمة. اليوم مبنى الكريبري قيد الترميم، لكن العودة إلى قرار البلدية تظهر أن الأعمال تخالف تصريح ترميم الأبنية الأثرية في المدينة الذي يمنع إضافة مساحات أو المس بهيكل البناء التاريخي. لكن البلدية التي طلبت من المستثمرين إيقاف أعمال الترميم وإعادة المبنى إلى ما كان عليه لم تنفذ قرارها. حاولنا الحصول على توضيح من رئيس البلدية، لكنه فضل إرجاء الموضوع إلى الأسبوع المقبل. أما المستثمر شفيق الخازن فنفى الاتهامات وقال إن الأعمال التي قام بها تهدف إلى تدعيم المبنى القديم فقط ولا تغير من معالمه، وقد وجه كتاب اعتراض إلى البلدية. تعدينا على الأملاك العامة وما زدنا بنا. أنا مثل ما فرجيتك المطبخ كان طابقين والميزانية تبعيته صار طابق واحد وخسرت. هون هذا البلكون اللي حكيتيني عنه شلته لأنه كان معمر وخسرت كمان مسافة. كنا عم بيحكوا على الكاف، يعني الشقفة التحتانية تبع البيت. structural engineers تبعولنا قالولنا أنه إذا بدنا نخليها كان لازم يعني نرجع ندعمها كلها. بالطبع هو كله رح يرجع يتلبس حجر مثل ما كان. إذن يبقى الجواب عند بلدية جوني، فإن خالف الخازن لماذا لم توقف الترميم؟ وإن لم يخالف لماذا أصدرت هذا القرار؟ وهل بدأت مدينة جوني تشهد فوضى قد تهدد ما تبقى من معالمها التراثية؟